أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. وفي خطبة العيد أكد إمام المسجد ضرورة التمسك بقيم الإسلام السمحة وتعزيز روح التسامح والمودة بين المسلمين. بالتهليل والتكبير استقبل المصريون صلاة عيد الأضحى، عيد المسلمين الأكبر. إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين أكد في خطبته على فضل هذا اليوم وضرورة التزاور وصلة الأرحام وذبح الأضاحي وتفقد ذوي الحاجة. إن هذا اليوم العظيم من أعظم أيام الله، وسر عظمته لا تكمن في هذه الأمور المادية، من طعام نطعمه أو لباس نلبسه، وإنما سر عظمة هذا اليوم في كونه يوما تتجلى فيه المبادئ العظمى التي يقوم عليها هذا الدين. الساحة الحسينية كباقي ساحات المساجد الكبرى والجامعة استقبلت المصلين من رجال ونساء وأطفال لأداء الصلاة، معربين عن فرحتهم وبهجتهم بهذا اليوم، مثنين على التنظيم وحسن الاستقبال من المسؤولين. بننزل نصلي صلاة العيد الصبح، وبعد كده بقى نتكبر ربنا ونطلع بقى على البيت، بقى السنة بتاعتنا بقى. والمسلمين بيتجمعوا مع بعض، دي بتبقى حاجة كبيرة أوي، فرحة كبيرة أوي. فضل عيد الأضحى بالنسبة لي دي حاجة يعني خدت عليها من جدودي، بجيب معايا أهلي كلهم من بالليل قاعدين هنا عشان نصلي صلاة العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عيد الأضحى أفضل وأحب الأيام إلى الله تعالى، يوم خير وبركة وفرح وسعادة وتقارب ومودة بين المسلمين كافة. كل عام وأنتم بخير. وليد هيكل، التلفزيون المصرية.